عليكم ورحمة الله. أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد. مشاهدينا الكرام، بعد أشهر من ارتفاع أسعار الإسمنت في موريتانيا وحملات مطالبة بتخفيضه، أعلنت الوزارة الأولى توصل الوزير الأول مختار الجاي لاتفاق مع وحدات إنتاج الإسمنت يقضي بتخفيض سعره، وذلك بخفض سعر الطن ليصل سعره إلى 5500 أوقية جديدة للطن من صنف التركيز 42.5 ومبلغ 5200 أوقية جديدة للطن من صنف التركيز 32.5. وقالت الوزارة الأولى في بيان صادر عنها إن الوزير الأول اجتمع بمسؤولي هذه الوحدات واستعرض معهم وضعية مادة الإسمنت والوحدات الإنتاجية. وبينت الوزارة أن الوزير الأول اعتبر أن وضعية أسعار مادة الإسمنت الحالية غير مقبولة، ومطالبا ب مراجعتها. إذا لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن يكون معنا في حلقة اليوم برنامج المشهد محمد عبد الله مهادي، وهو عضو حراك تحرير الأسمنت في موريتانيا حق وجودي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. طبعا أنتم في حراك تحرير الأسمنت، كيف تلقيتم هذا الخبر وهذا القرار بالذات، يعني قرار الوزارة الأولى ومراجعة أسعار الأسمنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. شكرا جزيلا لقناة المرابطون على هذا المنبر الحر وهذه السانحة. نحن كيف الشعب الموريتاني كامل تلقينا هذا الخبر السار البارحة بكثير من التفاؤل والأمل والارتياح الكبير، وذمنا حتى وحد تابع صفحات الحراك وصفحات التابعة له على وسائل التواصل الاجتماعي ذمنت هذا الموضوع، واعتبرته أنه خطوة في المرحلة اللي تبدأ إن شاء الله تعالى من القضاء على هذا الاحتكار، غير بعد نشوف على أنه لا لبنا أولى في هذا المسار ولا فات عاد حل جذري للقضية. الحراك ما أنه حراك شعبي، غير فهم عنده شوي تنظيم شبابي هو اللي يمارسه على الميدان، مذمن الخطوة ومثلا راية التذميم، ومهم عنده على أنها تستمر على هذا النسق، غير بعد يذكر عن القضية ما فات انحلت الطريقة المرضية اللي نطمحوا لها اللي بدأ في هذا الحراك. هذا التخفيض يعني ظهر لكم عنه في هذه المرحلة ذلك كافي، يعني تخفيض من تقريبا 70,000 إلى هذا السعر الآن مذكور، خصوصا أنه ربما يعني قبل هذا كان أعتقد يتراوح الطن بين 40,000 إلى في هذا الحدود بالذات. ظهر لكم عن ذا الخطوة كافية؟ شفت هو تستحق يعني فعلا هذه الخطوة كما قلت نحن ذمناها ونعرف على ما خارج 1000 وهي لا تنتقص من ترجع لجيب المواطن البسيط ما ينافعته في ظل ارتفاع المواد كاملة، الارتفاع الجنوني والصاروخي الواقع لها كاملة. يقير بعد نقولوا على نحن ذا الحراك بدأناه من أجل كسر هذا الاحتكار اللي نقال له احتكار الإسمنت، وهذا الاحتكار كسره يتم لا بطريقة واحدة واضحة، والمسودات القانونية والاستفسارات المشينة واستشاريين القانونيين طرحوها كاملين على الجهات الوصية على أنها رفع هذا الاحتكار. الدولة ما يصح على أنها تعود منحازة الجسم معين اللي هو هذو شركات الاحتكار وتلود الليل ذاك اللي يرضيهم مقابل طحن المواطن البسيط. موريتان حد شافها، حد أقلع في طائرة منها، والله شيء شك على أنها مثلا مشتاحتها صوملة، والله حروب أهلية بها ضعف البنيان فيها، بها ضعف مثلا الولوج السكن اللائق، وهذا هو نطمحه له نحن بعلن هاي المادة على الأقل تعود متوفرة بسعرها الموجود في هذا. تعقيبا على استفسارك عن حول هذا، والله هذا اللي مثمن به اللي سيمون، احنا إحصائيتنا كانت عندنا كان سعره في نواكشوط هون 65,000 للطن ويمشي لين يلحق 80,000 ويزيد عليها في الداخل. وفعلا هذا التثبيت اللي وعدل له من وزارة من حكومة معالي الوزير الأول اللي قالوه له، ونحن بالمناسبة رانا شاكرينهم على مدي البيان اللي خاض فيه تحجيم لهذه شركات الاحتكار، لأنهم كانوا حولهم هالة على أنهم شركات منتجة وكذا، وبينما البيان وصفهم بعد أنهم وحدات إنتاج فقط، وهذا هو حجمهم الطبيعي اللي الله يعودوا فيه وحدات إنتاج الإسمنت. وبالتالي نحن مثمنين الخطوة على أن هذا اللي انتقص مهم، يقير هي خطوة في مسار طويل لا بد من أنها تكلل إن شاء الله بالنجاح ونفرحوا بها كاملين إن شاء الله. تأثير هذا القرار أو هذه الخطوة بشكل عام، مالكم أنا هو الاتفاق كان مع مسؤولي ما تقول إنه الوحدات وما ذكرت الوزارة الوحدات، لكن كيف سيكون تطبيقه على أرض الواقع؟ مثلا دبوات مثلا هذا مالكم أنه يقدوا لا يبيعه بنفس السعر، والله هو الحل الاتفاق اللي معاكم مسؤولين
شفت يبيعوه لهم هو بديك الرواية. شفت هاي الخطوة انخلقت، احنا نقدر نقول عنها خطوة مثلا إيجابية وفي الاتجاه الصحيح. بيلي كما قلت لك ما خارج شيء لا ينتقص، ما عاد إيجابي المواطن المطحون اللي أصلا مقلوع من جيبه. بيلي التاجر عنده قضية تدير عليه الدولة شيء والله تعطيه شيء يديره هو على المواطن. هذا طبعا نحن كجسم حراك لهذا المجال ما فينا إلا الشباب اللي دور هذا، فينا الدبوات وفينا المقاولين صغار المقاولين وصغار الشركات اللي تخدم في مجال البناء والعقار. هذا بالنسبة لهم ذي الخطوة نحن ما قدينا قاعد يكون مثلا ذمنوها نتيجة انها عندها بعد معين لهذه المسألة اللي كان فيها احتكار وضلع صارخ غير ملي هي قليلة التأثير. هاي 12000 والله 10000 اللي انقلعت من طن الاسمنت انقلعت حسب المعلومات اللي وصلونا على انها انقلعت لا تثبيت هذا السعر خلق لا عند الشركة اللي هي منتجة للاسمنت. هذه الشركة انا اتكلم ما يتعلق بدبوات ولا يتعلق بهذا، احنا الاخبار اللي وصلتنا من عند الشركات على انهم قالوا على ان هذا لا يتم يبيعوا به عند فام شركات انتاجهم، لا يبقى فم الحمل صور لحد لا يحمل مثلا اطنان مسيموه لا يبني بهم منبار والله تيكيت شور النعمه والله شور كذا، احسب لي فارق تكلفه النقل فارق مثلا الحمل تعبئه في شاحنات وايضا ازاله التعبئه الكميه ايضا منها، هذا كله تكاليف. اذا هذا السعر الان يعني اللي متفق عليه لا يعني شيء ربما للمواطن بسيط، وهذه ايضا قد تكون حتى هذا التثمين قد يكون هو مستوى من هاله ايضا على هذا، لانه ونعود القضيه التابعه للوحدات الاسمنت مثلا هذا هم هندبوات قد يبيعوه بي يعني ثمن قد يوصل لهذيك الالف والله الف اخرى والله فعلا هو الهامش اللي ذكرت له تخوف مشروع نحن طارحينه غير ملي. نحن اي خطوه لا تمشي في مسار حاله الموضوع نحن مستبشرين به يا غير بعد نرجع ونأكد على أن هذا اللي انقلع كامل ما هو هو اللي يوصل للمواطن به للمواطن فم مثلا هي هؤلاء المحتكرين بانيين جسر من 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 طابور من الناس اللي دونهم به الشركة تبيع لصاحب المقاول والمقاول لا يبيع لمول البوتيك ومول البوتيك لا يبيع للزبون، بالتالي فم سلسلة من الأرباح المتكررة اللي من حين الآخر تطرأ وزيادة عليها التكلفة والنقل والإيجار والأمور المختلفة اللي تؤدي دائما على ذاك الهامش اللي عود قاع من التخفيض إلا آلاف قليلة معدودة. ونحن هذا قلنا على أنه قاع مثلا ما يخلق اختلاف الحشيش سيمون عنده حل واضح هو أعلن يفتح باب الاستيراد، نحن موجود عندنا في الجزائر هذه حك وذنو قد يوصل منها نواكشو. لكن هذا 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 المطلب ما يعتبر مطلب حالم خصوصا أنه الدولة تسعى لمثلا لتشجيع الصناعة المحلية وهذا استيرادوا فيه نوع من الضرر بالصناعة المحلية بشكل عام. وهلكم عنه شفت هذا الموضوع نحن هذا المطلب وهلكم عنه مازال مطروح قاعد. هذا المطلب نحن طارحينه وبعدهم أكدين عليه ونعرفون انه لا هو اللي في النهاية لا يقد يحل هذه الأزمة. هاي الأزمة يقد يحلها لا شيء واحد. نحن عندنا نماذج من الدول العملاقة الدول الأوروبية حتى ذات الموازنات الاقتصادية الكبيرة كيف يوكي الولايات المملكة المتحدة البريطانية ما عندها إنتاج الكلينكر وعدلت عدلت عندنا خبراء اقتصاديين جابوا لنا تقاريرها اللي في الحراك تقاريرها على انها شافت على انها الكلينكر ما هو عندها كماده وبالتالي مجيبتها له وتصنيعها له لا يعود طايح عليها باكثر من اللي قد تستورد وبالتالي عاد مستورد له. هذا نحن ندور مطالبين به وحق مشروع لان احنا تعود عندنا، لكن هذا فيه ضرر فيه اشحاف يعني بالناس هون اللي تبيع هذه القضيه وفيه ضرر حتى بالصناعه المحليه بشكل عام. يعني هو شفت نحن نشوف في القضية على انها فم عندها بعد للامن القومي والامن اللي موجود للسكن ولوجه السكن. لا انت ما تقدر تقبض لي مثلا عضو غذائي معين وتحتكره انك تنتجه، هي شنو قيمة الحماية السياسة الحمائية للمنتج المحلي اللي تعود ما توفره للمواطن البسيط. انا من اجل اعلاني نحمي اخمس محتكرين والله ستة لين ضيع شعب كامل هون في حياة جديدة حد خرص مشاعر تقشعر لها الابدان في حياة جديدة في القزر المختلفة اللي في الضواحي نواكشوط المختلفة كلهم عاجز اكرمك الله عن يبني حمام والله عن شيء يحميه من البرد والله من الشمس وهذا كامل ما عنده حل ما هو فتح باب الاستيراد اللي نحن ننادوا به ونطالبوا به والسياسه الحمايه للشركات المنتجات المحليه نحن ما بين عنها ونعتبروها حق مشروع للشركات المحليه والمستثمرين يا غير ملي يا الله يعود لا كيف المواد الغذائيه نحن ندور سيمو يعود كيف المواد الغذائيه حالا اللي قد عمار والله زيد يمشي ويجيبها وتعود في نفس الموازنه ونفس التسعيره تطيح بها. انا اذا قبضت القلم وجبته وعدت نبيعه بالفوقيه ما شاري حد من عندي به اللي متوفر ب 100 وقيه عند البوتيك، فهمت؟ نفس الشيء يا غيرين تعود الدولة تحميني أنا إياك نجيب ذا القلم وحدي ولا يقد حد ثاني يجيبه ما ندار عليه من الضرائب اللي نعود فوق 9 ريال. هذا هو اللي عود هون مجحف
ظالم ومقارنة ثبتت تفشلها، ونحن طالبين على السلطات المعنية ومستبشرين بهاي الخطوات الخلقية، غير طالبين على أنهم يكملوا هذا الجميل وعنهم يمشوا بصدد تحرير هذا السوق، فتح باب الاستيراد وفك هذا الاحتكار الظالم اللي تدفع ضريبته المواطن الموريتاني. ثم ظهر لكم عن يعني الآن ينفع فيه التحرير بدل التسعير، يعني تسعير وبرك معه هو الحل الجذري للقضية. التسعير ما نشوف على أنه هو الحل الجذري للقضية، لكنه خطوة خطوة في الاتجاه الصحيح. أنا أخي الكريم اللي نقبضوا الأسعار هون هو والله لنا خجل وقاع مقارنتها به اللي تشوفوا هون في الجزائر ب 22,000، عندنا مثلا في دول كيف مصر اللي ذات نسمات سكانية كبيرة ومعدلات الفقر فيها مرتفعة فيها ب 18,000، فم في دول مثلا حتى السنغال هاي اللي فيها مناديبنا فم قالوا لنا انه ب 39,000، تصور لي الفرق بين 39,000 و 55,000. هذا كله تجاوزات كبيرة، والمواطن البسيط هو اللي يدفعها به للتاجر، ما قديره لا يجيب تسعيرته، لكن دارت عليه الدولة يديره هو عليها. وبالمناسبة نوه على فهم شحنة، هذا تحرير اللي سمعت نحن جات عندنا شايعة على الوزير الماضي اللي مثلا شاكرين عليك الخطوات اللي بدون كانت ما تجسدت على أرض الواقع، وزير التجارة الماضي اللي في الحكومة المستقيلة مؤخرة، قال أعلن فهم مثلا خطوات التحرير هذا وأنها عرضت على مجلس الوزراء وعلق هو عليها. يا غير هذه مالي اصطدمت بجدار الواقع اللي جاب حد من الناشطين في الحراك، والله ضغط شخص متعاون مستثمر عادي مستقل جاب شحنه الميناء انواذيبه، اجبر نفس العراقيل اللي دارت عليه الضريبه المانعه ونحتجزت بضاعته مزاته الان محتجزه بنفس اللوبي اللي ازم هذه، وصلتنا تفاصيل مثلا مخجله ما قد حد قاعد يداولها على الفضاء العام، على انهم يقولوا ذاك مات لا يعد اظهره وذاك حكموا له فم ونوع من محاباه السياسه. هذا اعضاء الحراك، هو ليس عضوا من اعضاء الحراك لكنه شخص يحاول استثمار مثلا كسر هذا الاحتكار باستيراد البضائع، ونحن هذه البوتقه اللي غالبا بعض الراي العام والاستفسارات جينا على لماذا يعود تاجر في هذا. نحن حراكنا الموريتانيين كاملين وفيه الناس كامله رجال اعمال وبسطاء، هدفنا الوحيد على ان هذه الماده تعود بسعرها الطبيعي. ما في موحدين عندهم مصلحه اخرى انهم زادهم يتم يجيبوا هذا بدل هذه الضرائب مثلا اللي ذكرتك مثلا الان متضررين من الضرائب، مستثمرين متضررين من الضرائب في صالحهم ربما هذا الحراك، وهم ربما اكثر في الحراك. هذا ما قدنا نفيرك على انه قد عوده في صالح التجار، غير بعد المهم نحن الاساسي عندنا على المواطن يجبر التسعير الطبيعي. نحن دائما هذا ورك الامور انا يخجلني على اني مثلا تم دائما نستعرضها مع الناس في لقاءاتي المتكرره مع في اطار هذا الحراك، على ان فتنا قاعد اجبرنا مسؤول كبير يشغل منصب سامي مثلا متحفظ على اسمه، قال انتم لماذا انتم كشباب تعود عندكم القضايا راي العام، الشاب يلا عود هدفه انه يشتغل والله يلود الباص يسامريك والله كذا والله كذا، ما هدفه هاي الصراعات اللوبيه اللي مستفاد منها. نحن عندنا جيل من الشباب واعي بمواطنته في هذه الدوله وبحقه فيه، انا هذا مثلا مؤمن على ان هذه الدوله لابد نبني فيها ولابد نجبر سيمون بسعره الموجود في الجزائر، هذه فكره عندي الى بقيت انت مقاتل عنها طول حياتي وكيفي زملائي الى بقات تتحقق ولا بقات لا تتحقق، غير بعد نحن ماشيين فيه. ما سمعت هذا هو الهدف عندنا الاساسي، ومؤلم لنا على ان يعود فم التثبيط على ان عاد مستفيد منها تاجر ثاني والله كذا والله هاي القضيه كيف قضيه عمرو والله زيد اللي باعها والله اللي شرب الشاي بالياسمين الى اخره. اوكي يعني هذا ايضا يحل معايير التسعير هون في موريتانيا بشكل عام. ظهر لك عنه هو يعني الا يعني في حاله افترضنا انه هذا فيه تشريع للصناعه المحليه بشكل عام، وانه مطلب التحرير قد يكون مطلب حالم خصوصا في هذا التوقيت بالذات. برايك يعني معايير التسعير يعني كيف تنظرون انتم لها؟ يعني في حاله شو نشر هذا الخيار؟ معايير؟ تسعير هذا الاسمنت خصوصا انه هذا ظاهركم مش عنه يلا يعود كيف؟ نحن تسعيرة الاسمنت ظاهر لنا اعلنها يتم حد يجيبها بالسعر المتاح به في دول الجوار، موجوده عندنا مثلا اقرب لنا مثلا المنتجين المعروفين في المنطقة اللي وردوه لأنحاء العالم الجزائر هذا نفس أيضا منتجين آخرين من شتى بقاع أنحاء العالم تم تنجاب منها وتندال فهم الضريبة الموجودة اللي مثلا حق للدولة. سمعت ما أعرف فيك متمين جاب ما أعرف فيك متمين جاب نحن لابد أنه متمين جاب اللي هو الحال المشكلة. نحن هون أخي الكريم نحن حد سمع لأنه لابد أنه يجاب بشكل موريتانيا تصنع الاسمنت، نحن تستورد فينا ماده ينقال الكلينكر. هذا هو السؤال كنت جاي قباله، يعني نقعد عندكم معلومات دقيقه عن اللي يخلق هون في موريتانيا الصناعه اللي هي الصناعه في موريتانيا. هذا نجاوبك فيه قبال، هاي الصناعه اللي هون في موريتانيا مجرد ماده خام
ليصنع منها الاسمنت. هاو الشركات لهم مجرد شركات تحويلية، واحد عنده فور لا يقضي على مواد معينة تتفاعل كيميائيا وتصلح منها مادة الاسمنت، يقال المادة الأصلية ما هي جاية منهم، لا هي مصنعة منهم، مستوردة، تجارب مستوردة، وبالتالي يدلك على أن هذه كذبة الصناعة المحلية، كذبة مثلا مفضوحة الصناعة المحلية ما هي خارجة هذا. لكن هي مستوردة لا المادة بحدها يعني يبقى ياسم ويا فم العمالية غير هذا لين قارنوا ضرره، خف الضررين، قارنوا ضرره، منع مواطن بسيط في مجتمع مثلا اغلب سكانه شباب، 78% اخي من سكان موريتان شباب نشأ ما فاتوا وجهوا للعمل، والله اغلبهم بعد 78% دون 35 سنة، هذه احصائيات هرم الاعمار الماضيه، ان 78% من عموم سكان موريتانيا دون 35 سنه، وهذا يدلنا على انه مثلا مجتمع ناشئ، مجتمع شبابي كيف مثلا اجيالنا كامله في القاره، هذو عندهم تواقين لانهم يسكنوا سكن دائم، تواق الواحد على انه ما يربى في قزره ولا يربى في براي، اهله ما عندهم دوش، ما عندهم بلد يسكنوا، هذا لكن يعود فم مثلا النظره للسلم الاهلي والله المجتمعي والله المدى البعيد، يا الله لا يخرصوا هذا. اسموه يا الله يوفق، وهي قضية فيه بلغت قلوب الحناجر والناس أصواتها وصلت الأقصى حد قاعده توصل، يا الله يتخذ فيه إجراء به اللي مصلحة شركات ما هي مصلحة للشعب واضحة ولا عليها غبار، ويا الله بأي طريقة ينشاف، لكن الله يفتح به هذا المجال وتفتح به يعني الخبير. مراحل تصنيع هذا حسكم كيف عندكم شو المعلومات هذا ممكن عندكم معلومات عنه؟ نحن يعني مراحل تصنيعه اللي تخلقهم تكاليف إنتاجه ما ظهر لك عنه يساوي هذه التسعيرة اللي فيها هذا الحرق؟ شوف احنا سواء يساويها والله ما يساويها، نحن الشركات اللي يجوهون اللي يجيبوا هذه التسعيرة يقولوا عنهم يستوردوا مادة الكلينكر، وعلى الذين قالوا البنزين والكهرباء على انه واعرين ويزيد التكاليف، وعلى ان عندهم اليد العاملة يا غير انت تارك تقدر تبيع لي انا كيل من مارو ب 2000 وقيه نتيجه انك انت جايب ولاف دور فت 10 مرات والله خمسه وهو متوفر قد يجيني 200 والله 300، هذا ما مثلا ما قد حد يستساغوا لا قد حد مثلا بعقله يخرصوا، انا ما عندي مثلا 5 ملايين من البشر يدفعوا ضريبه على انك انت لابد لك من تربح، لا تربح قاع ودعناك المولانا والسلامه وقيس ركل والله قيس مجال ثاني يقدر تربح فيه ما ولا سيموه، فيه اللي سيموه واضح على انه مثلا يتعلق بالامن القومي، والدول كامله عدلت فيه استراتيجيات ومقاربات شافت على انه ما يصح عنه يكون يعود بيد الدولة وهي اللي تسعره فاتحة المجال لاستيراده خصوصا الدول اللي ما تصنع، وهذا هو اللي يشوفه نحن على انه يحل هذه القضية، وهي قضية عاد قضية رأي عام، وانا كما قلت نعود ونكرر على انه مذمرين اللي خلق فيها، وعلى انها خطوة في الاتجاه الصحيح غير ما هي كل شيء، فتح باب الاستيراد والقضاء على الاحتكار هو الكفيل بحل هذه المشكلة. وان كان هذا المطلب ظهر لكم عنه مزال قد يخلق هذا يعني فتح باب الاستيراد وتحرير الاسمنت هذا المطلب حسب المعطيات اللي عندنا وفات وصل لعروقة الإدارة كاملة المهتمة، نحن حررنا طلبات شور جميع الإدارات المعنية والمختصين والمهتمين بهذا المجال، وعدلنا استشارات قانونية وجبنا مثلا الشكليات فحصنا الجودة وفحصنا ياسر من الأمور اللي ندوروا نوقفوا على حقائق الموضوع، وضاح أن على اللي قالوا الاحتكار ذم سياسة حمائية، نحن ما قدوا نحملوا مثلا ذا النظام ولا زيد ولا عمر ولا وزير معين ولا رئيس معين على أنه مسؤولية مباشرة، غير بعد نشوف على أنه غلم تفاقم وتراكم مثلا طوال الأنظمة المتعاقبة ويا الله يزول الطريقة اللي يعالج بها تشوف هالدولة تشوف معايير الجودة خصوصا في الأرقام التي قدمتها، نلاحظ مثلا الأرقام التي قدمتها اللي قدمها بيان الوزارة الأولى، هناك صنف مثلا التركيز 42.5 عنده مبلغ معين، صنف آخر 32.5، هذه المعايير ايش عندكم عنها؟ شفت معايير الجودة هاي لك التصنيفات خارجة هو فيها اشكال، مثلا اغلب الاشكال المستخدمه في البناء هي هذه الشكلين اللي هو شكل 42.5 و 32.5 بشكل اكثر تركيز من الشكل، فهمت يعني هاي اسمنت اكثر تركيز من ذاك الثاني درجه فوق درجه، وهذا درجات مثلا متعارف على 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 استخدامهم في البناء العادي موجود المستخدم كثره في البنايات وفي مختلف الانشاءات العمرانيه الموجوده حاليا في المدينه، ها ورك الاثنين بينهم اصلا فرق قاع في العاده لانهم يقعد واحد منهم وعار من الثاني به اللي كارندير دائما وعار من ذاك، ونحن شفنا ذا كارندير كان ينباع في نواكشوط ب 65,000 حدت له الدوله مشكوره عن طريق الوزاره الاولى 55,000 كتثبيت لسعره، وذاك الثاني اللي كان مثلا دون ذاك ب 63 والله 62 والله 60 عاد معدلته ب 52، وهذه ملي خطوه كامله تذكر في تشكر، غير هذا اللي نقارنه بالاسعار الموجوده وحملها ووصولها هون يجينا مازال بعيد مازال دوبلة دوبلة، ولها مثلا خجروا من نقولوها مازال دوبلة دوبلة
على التسعيره الطبيعيه اللي الله يعود به. ونحن استبشرنا التسعيره الطبيعيه اللي الله يعود به التسعيره الطبيعيه اللي الله يعود به فتنا اجبرنا الواقي جايبينه هون في حدود 30,000 انا ما نقدر ندقق لك لان معظم الحراك ما هم تجار ولا مستثمرين. تقديريه اساسا تقديري بالتقديري حدود 30,000 الله يوصل المعقشوط بها يعود 30,000 تعود فهم فوارق ما بين مدن الداخل وها. يا اخي نحن وصلتنا يا اخي شكايات من الناس بالداخل واحد يمشي عليه بفتره السحاب وفتره مثلا صعوبه التنقل لين يلحق 100,000 يعود طايح عليه 100,000 شفنا واحد في فصاله في اعماق الشرق الموريتاني قالنا على ان الطون وطاح عليه 100,000 ناقصه 500 وقيه جايبه من نواكشوط نقلوا وطرحوا في النعمه ومن عند النعمه مشالوا هك وتعرقل عليه ورفدوا في شاريته وذا كله زياده حموله وزياده نقل وتفريغ. هذا قايلوا لكم انتم كحراك يعني قالوا ان احنا كحراك هذا يعني يحلنا للسؤال الاخر وهو التعاطي معكم انتم يعني من طرف المواطنين من طرف هذا شفت. وحتى قاع سؤال اخر اين انتم يعني لكم شو متوقفين يا سبب ان الزمن متوقف حراككم فعلا السؤال وارد. نحن نشاطنا كان اساسا على العالم الموازي اللي قالوا العالم الافتراضي ونقوم بحركات تعرضنا للاسف للمضايقات كانت مثلا حراكنا عدلناه في بلدات مختلف المقاطعات عدلنا فيها حراك وتعبئه ومناشير ومرصقات ووصلنا مثلا اشعار بتوقيف التحرك الميداني في اوان الحمله الانتخابيه واستأنفنا ذاك النشاط وعندنا خطوات مستقبليه لين عدوا. احنا شباب مثلا من موريتانيا ومعانا مختلف التشكيلات كما قلت لك من المستثمرين ومن الدبوات ومن الناس الفاعله في القطاع ونمارس حقنا القانوني بالتظلم من هذه التسعيره المجحفه اللي تعد ومقبلين ان شاء الله على خطوات اخرى نضاليه. حراك مزار يعني حراك مزار قائم خالد قائم وفي حاله انعقاد دائم واهله يتشاوروا ويتباحثوا ذيك الامور كامله اللي من مثلا قادته توصل هذا الحراك. وعنده ناس ياسر انا مالي ما نخفيك سر علينا فتنا قابلنا مسؤولين كبار في الدوله نطرح عليهم القضيه يقولوا لنا انا اخوتي والله يعني اللي متضرر منه اللي عندي شانتيه قالب اني نكملها بي هذا السعر ما هو طبيعي. وجبرنا رجل اعمال مستثمر قال لنا على انه قط مكلف بانشاء من طرف منظمه امميه لا تبني منشات خيريه متعلقه عندهم مستوصفات في الداخل وبعض مثلث الاملاك قال لنا على انه ليه جاب لهم التقرير اللي فيه كلفه الاسمنت انهم تحيروا الممول الاجنبي دار يديه على راسه قال له هذه نسبه 70% من التمويل وعد الاسمنت انتم مالكم في حرب حرب هي مش مشكلتكم شنو ما استوعب وقال لي صنفوني انا يا للاسف انا ومنظمتي اللي تعمل في هذا كمثلا محتالين اللي ما يستوعب على انها دوله ناشئه ذكي في الدول تشجع هاي المواد الاوليه انها تعود موفره وتدعمها الدوله كما يخلق في الدول الكبيره انتم مدارك الان يعني شنو الخطوات المطروحه امامكم خصوصا بعد هذا القرار قرار يعني تخفيض الاسعار بشكل عام هل يعني تفكرون في خطوات جديده في حتى على الاقل قاع احياء هذا الحراك من جديد اللي غاب ربما عن الوجود ومطلبه الوجود حق وجودي فعلا 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 الحراك ما انا ما قد نصنف النواب غير من بعض القضايا العموميه اللي تطرح مثلا تطرح بثقلها على الشان العام مثلا من تعود في اوان حمله انتخابيه معينه انتخابات بحجم اهميه الانتخابات الرئاسيه القضايا الاخرى دائما مثلا تلوب وتعود ثانويه لين تبغى ترجع لها الضوء غير بعد نحن نقول لك ان الحراك ما تخلاه عنه لكن الحمله لها شهرين ثلاثه متوقفه يعني الحمله ما متوقفه عندها نشط على وسائل التواصل الاجتماعي ولا عندها ما زالوا متابعينها ومجموعاتها الكثيره اللي اقصد حتى الحمله الانتخابيه اقصد عن هالشيء وفات قاعد نعم الحمله الانتخابيه وفات غير تاكد انه لا بدايه تولاك الفتور اللي خليك بهذيك الطريقه غير بعد انا في الحراك كانت عندنا مالي تطمينات كما قلت لك من الحكومه المنصرفه بالضبط هذا هو ما كان لان هذا الموضوع لا ينحل واحنا دائما الناس تطمينات مقابل السكوت مقابل لا يعني ليست مقابل مقابل خفض الصوت نحن لا لا نحن مقابل ماذا؟ نحن نبحث عن حلحلة هذا الموضوع. استبشرنا اخيرا بان قال الوزير وزير التجاره في خرجات اثنتين او ثلاث وزير التجاره السابق ان هذا الموضوع طرح على مجلس الوزراء وان رئيس الجمهوريه امر باتخاذ اجراءات فيه وهذه الاجراءات سترفع من هذا الاحتكار ستوفر اسمنت به وهذا الكلام يكفي لتوقفوا انتم انشطتكم لا لا لم نوقفوا كنا ننظره بترقب لكننا كنا في عمل متواصل نحن ميدانيون وعملنا ايضا في المجموعات نراسل نحن لدينا مثلا حاليا في ارشيفنا مجموعه من عشرات الرسائل الموجهه الى مختلف الجهات والمنظمات الحقوقيه العامله في هذا المجال وبالتالي نحن على قدم وساق نعمل وان كانت مثلا بعض القضايا ربما ردود على هذه يعني هذه الرسائل بشكل عام ردود على تقييمكم لها فعلا انا قلت لك ان ما جينا لرقاش يسوى منه لا من الدوله
ولا مثلا يصل المنصب سامي ولا رقاش معني بهذا الموضوع، ما قال ان هذه القضيه قضيه عادله، وانه هو من راسه متوشيته مؤثر ماسته يعني، فهمت؟ ماسته هو من راسه وعالم تضامن معنا. في بعض المسؤولين اللي يعود عندهم واجب التحفظ يقولوا هم الواحد ما يقد مثلا ينحاز الحراك معينه ولا كذا قدها، غير بعض الناس كامله متوافقه على مشروعيه هذا المطلب، لان هذا سموه اللي وحاصل به هون درجه من الفجور في الغلاء ما تصح، وسببها اللاذ المحتكرين لهم هذا كارت الاحتكار اللي نحن داعين فخامة رئيس الجمهورية. انتم هذول المحتكرين مع قطش بارتون قاعدين، احنا اطرقنا ابواب اكثر من مره. هذول المحتكرين دائما السؤال يطرح علينا في الاعلام، لماذا هذول المحتكرين؟ هذول ابوابهم مو صدق قدامنا احنا، ويقولوا هذول لا جماعه انهم قاطع عن عائل واشخاص تاثيرهم بسيط وكذا وكذا، وان كنا احنا نعرف عنهم يتالموا. يقولوا عنهم جماعه من قاطع عن عائل ولا جماعه يعني من صراع اللوبيات؟ ما أيهم؟ احنا ما نصنف ذاك صراع اللوبيات، احنا شركات الاحتكار غالبا عندهم دعايه يسوقوها على ان احنا بلا تاثير، وان حجمنا مثلا هذه لا عادة الموريتانيين يقبلون مردة ويعطوا فيها أيام وينساوا عنها ولا خلوا عنكم ذاك نفس قصير. غير نحن لا بالمرصاد لهم، ومتأكدين عدن ضرباتنا مازالت توجعهم، هي اللي أكثر من كم وصلتنا منهم من الناس اللي تعمل معاهم ونجروا عامة الناس من فيهم، وصلت الدرجات معينة متينة فتنة أربكناهم بحملات المقاطعة اللي عدلنا أحيانا، امتنعوا المواطنين عن شراء الإسمنت، امتنعوا دفوات بعضهم عن شراء الإسمنت، وهذا كان مؤثر. وانا متاكد على ان مثلا حد مواطن شريف ابى عن يشري زقيبه من السماء والله اجل بنيانه من اجل تنحل هاي المشكله، لانه ان شاء الله دور في الاجل القريب دور يتاح له الاسمنت بسعره الطبيعي الموجود ان شاء الله تعالى. وهذا هو املنا وثقتنا ان شاء الله في مولانا على ان يتحقق هذا الموضوع. شفت هون نرجع شوي على قضيه مجلس الوزراء، والله عفوا الوزير الاول وجماعته اللي عدى اليوم، بس نحن استبشرنا بها لأن هذا التدمين ما خارج تركش لين تقص عن المواطن ما عاد فيه خير. يا غير ملي شفنا على أن هذا المسار على أنه في صالح المحتكرين، هؤلاء الوحدات الإنتاجية الجاو هو هذا وعدلت لهم خطوة، نحن لا نراضوكم بأن ننقصوا السعر شوي يا غير يتم لا عندكم، وهذا حل جزئي نحن نعرفه أنه ما يتماشى مع المرحلة ولا حجم الغلاء ولا تدني القوة الشرائية عند المواطن البسيط، وحل لا فتح باب الاستيراد، وإن كان البعض يصنف هذا على أنه مثلا طموح حالم، يا غير نحن عندنا قاعة فخامة رئيس الجمهورية قال على أنه برنامج طموحي للوطن ونحن من حقنا نطمحه إن شاء الله. يعني لكن هذا المطلب الآن مع تجاوب الحكومة على الأقل خصوصا من على هرمها اللي هو الوسيل الأول مع مطالب كانت تطرح، يعني هل لا يزال واردا هذا المطرح؟ يعني مطلب الاستيراد، مطلب هذا يعني ما شبه تمشوا في مطلب آخر أقل يعني مثالية من هذا المطلب؟ نحن مطلب الاستيراد عندنا أعلنه من أبسط المطالب اللي قاعدة تتاح، هي اللي هو تبارك الله المستثمرين الموريتانيين يستثمروا في كل شيء يجيبوه ما شاء الله، ولا تعوزهم مثلا الإمكانيات عنهم يجيبوه وأكثر من كم جابوه. وراعي حالا عندنا نموذج كما قلت لك الشركة العربية للتسويق والاستيراد جابت سمو النوادي بعد فترة كلام الوزير، جابوه حالا واصطدموا بذاك العبء الضريبي الكبير اللي يفوق الوصف اللي يندال عليهم الواحد، يندال عليه تم يندال عليك وراكم عليك ضريبة الاستهلاك، ضريبة كذا، ضريبة المنتج المحلي، ضريبة كذا تم يزاد عليك لين يعود طايح عليك بأكثر من اللي جاي تبيع بها. وهذا واحد لين يخلق له يقول لهم خلوا عنا سيمو، مثل أجبرنا مستثمر آخر جاب سيمو هون ولين حكم له في بورو هذا تكلزوا سقايب وخسروا ومشى عن سيمو، قال لهم انه مخلي لهم ومنه لا تلعب ظفروا. هذا هو الضربه اللي مثلا الخبطه اللي يرقصوا عليها المحتكرين. انتم خطواتكم بعد ذلك القادمه ايش كيف علي تعود؟ نحن نعبر الراي العام كاملين على ان نحن حراك نخبوي منظم جدا ونطرق الابواب لا بالقانون، ما نعدل الفوضى ولا نعدل الامور اللي ما هي مرخصه، نعدل لا شيء في اطار القانون. غير حراكنا عنده نفس طويل و يلعب على مختلف الأصعدة الموجودة من ناحية القانونية، من ناحية التظاهر السلمي، من ناحية إيصال الصوت بارز. وأعتقد على أن احنا هذو الناس حرجناهم أقصى الإحراج، فضحناهم قدام الرأي العام وعادوا ياسر منهم يبقي على أنه يجبر الناس اللي معدلين هاي الضجة، يجبر لهم مشاكل، يجبر لهم شفنا حملات تشويه أحيانا تعدل وحدين من رؤساء القطاع ويقولوا لك لكن لا ما هو يصمد، يدرعوا كيف ماني شاري جزوال والله يدرعوا كيف كذا ويدرعوا يبيع القضية ولا تعجل.
وتو نحن متحدين وما زلنا بعد على انتم الله لكم عنكم بعد القضيه انتم لكم ياسر متوقفين نحن ما بعنا القضيه ما الله احنا ما قيل ولا نستقيل الناس اللي مشوفش عليها قضيه تعال انك ينعود عندك مطلب يلا تعود معارض الحكومه نحن في السياسه نظامنا الداخلي اللي عدلنا واللي اتفقنا عليه ومشينا فيه نحن تجمعنا موريتاني كامل وفينا مختلف الاطياف مختلف المشارب السياسي وفينا الموارد. شكرا شكرا جزيلا لك استاذ احمد عبد الله مهادي المتحدث باسم حراك تحرير الاسمنت في موريتانيا حق وجودي والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن إصدار المتابعة وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج المشهد في أمان الله.